يا اخي غير كنا نعمروا الرافي في دارنا في لي زاني 80 نعمروا الرافي ونوضوا على الزوج ونص 3 تاع الصباح باش نشوفوا الكومبات على لوسيف حماني مع ريفو هذاك تاع البيرو. كنا نوض على 6 تاع الصباح باش نشوف النهائي تاع الاتليتيزم في طوكيو. شفنا مورسلي وشفنا حسيبة بن بولمرقة لانه التوقيت كان يعني حب يقول كي تكون الرياضه مليحه تولي النهار والليل كيف كيف عندنا اون ساكريفي ونمشيو ليكيب تاع درواس في الهوندبال والملاكمه وسباق الدراجات والبوليزم والدنيا كانت الدنيا حيه. دوكا كي راكو حابين هكذايا اللي يبيع الدلاعي يجي للفوتبال اللي يدير الاخر رانا نتفرجوا. ما بصح نقول لكم حاجه اقسم بالله غير تقلعوا كاع تقلعوا كاع يعني مين في المنظومه التربويه توسموا المنظومه الرياضيه قاعدك لازم تجبدوا روحكم وتخلوا المال نصنعوهم عليكم. شكرا لك هاي الهضره كل يسبق يعطيك الصحه. درس قوي من مصطفى.